اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. جيلبرتو خلينا برضو نستعرض ارقام بيراميدز اللي يعني واضح ان هو بيقدم نسخه جيده. ماشي، هنبتدي الاول كده كابتن اسلام. بيراميدز الموسم الحالي زي ما قلنا كده بيقدم نسخه مختلفه عن اللي احنا نعرفه عن بيراميدز. جزء كبير منها هو المدرب الكرواتي اللي معاهم اللي مسك الفريق في فبراير، وكانت اول مباراه رسميه ليه في 14 فبراير. كانت البدايه برضو النتائج متذبذبه شويه لحد ما قدر يسيطر على الامور. فلو هنبتدي اول حاجه ممكن نبتدي بارقام نادي بيراميدز في الدوري، نتكلم ان هم حتى الان لعبوا 27 مباراه، حققوا 21 انتصار منهم 14 انتصار متتالي، وده طبعا ريكورد بالنسبه لهم. اتعادلوا في 5 مباريات وخسروا في مباراه، سجلوا 49 هدف، وبالمناسبه 49 هدف دول في ترتيب الاقوى هجوم في الدوري رقم 2 بعد النادي الاهلي اللي معاه 54 هدف باربع مباريات اقل. الاهداف المتوقعه بتاعتهم 87 هدف، يعني من هم جابوا 49 جون من 87 هدف متوقع، وده برضو نسبه كبيره ان هم ده معناه انه بيروحوا على الجون كتير، بيخلقوا فرص كتير محققه للتهديف، ولكن نسبه استغلالهم بالنسبه للرقم ده اقل شويه. يعني النادي الاهلي لما جبناه مع حضرتك الحلقه اللي فاتت لو تفتكر كانت النسبه السنه دي اعلى من الاهداف المتوقعه. صحيح. بيسجل بشكل اكبر. طبعا استقبلوا 17 هدف من 34 هدف متوقع، وبالمناسبه هم طبعا اقوى دفاع اللي بعديهم النادي الاهلي 20، ولكن برضو في فرق 4 مباريات، ما نقدرش دايما نغفل لصالح النادي الاهلي. كلين شيت 16 مباراه، نسبه محاولاتهم على المرمى 410 محاوله منهم 149 محاوله صحيحه، يعني حاجه 35% تقريبا الدقه بتاعتها. سجلوا 5 اهداف من 6 ركلات جزاء، ضيعوا واحده بس. معدل الاستحواذ بتاعهم على اجمالي المباريات 64%، هو يعتبر من اكثر المعدلات في الدوري، برضو من الفرق اللي بتستحوذ وبتمرر كتير. المعدل دقه التمرير في المباراه الواحده ممكن يوصل ل 84%، وعندهم ان هم بيعتمدوا على نسبه الكرات او التمريرات الطوليه كتير يا كابتن اسلام، وده هنا الارقام دي بتدينا ممكن نتكلم في نقاط القوه بتاعتهم الهجوميه. نخش على طول على مايلي اللي هو هداف الدوري وواحد من المهاجمين المميزين جدا اللي عندهم، واخترته ان هو بيسجل بطرق مختلفة بطرق متنوعة ودايما متواجد داخل منطقة الجزاء. فبرضو لو استعرضنا أرقامه كمان بالمناسبة هو من أكتر اللاعبين مساهمة أهداف في الدوري، 18 مسجل 13 وصانع 5، فنقدر نستعرض برضو أرقامه للناس نبين أن نقاط القوة بتاعت بيراميدز قبل ما نخش على نقاط الضعف. يعني النهاردة لو بنتكلم على مايلي لعب 21 مباراة كأساسي و5 كبديل، 2031 دقيقة مشاركة، سجل 13 هدف من 20 هدف متوقع، ودي برضو نسبة جيدة جدا، نسبة هايلة. طبعا عامل 29 محاولة ناجحة على المرمى من 61، صنع 5 أهداف. فالنهاردة مش بس الراجل بيسجل، ده كمان بيصنع. عمل بنتكلم التمريرات المفتاحية أو الكي باس لزمايله 12 تمريرة وصنع 17 فرصة، هو بالمناسبة زي ما قلنا كده أكتر لاعب صنع ساهم في أهداف في الدوري حاليا مع فريقه. يعني اللي بيجوا اللي بعدهم دول معناش ارقامهم في الجدول كامل يا كابتن؟ لا، يعني احنا بنتكلم باستعراض للدوري. يعني كأكتر لعيب هو هداف الدوري حاليا ومع الاهداف اللي هو صنعها، فهو ساهم في 18 هدف، فمحدش لسه في الدوري حاليا وصل ل 18 هدف. يعني مصطفى فتحي وسام ابو علي 12، وسام ابو علي مسجل 8 وصنع 4 بالظبط كده، فبرضه قريب يعني ابتدى يقرب. النهارده مصطفى فتحي وفخري لاكاي برضو من اللعيبه المؤثره، هم عندهم الثلاثه اللي قدام، يعني هو بيلعب دايما اغلب الطريقه بتاعته 4-2-3-1، بتحول ساعات ل 4-3-3، هي بتعتمد على اللعيب اللي زي وليد الكارتي اللي في النص ده، هل هيلعب مع الاثنين اللي في النص يبقى ليه ادوار دفاعيه، ولا هيلعب كصانع العاب. فالنهارده هو بنتكلم مصطفى فتحي وفخري لاكاي مع مايلي، هم عاملين توليفه هجوميه جيده. طبعا ابراهيم عادل مش موجود، فخلاص هو اكيد مش هيلعب المباراه اللي جايه، فبنسبه كبيره وليد الكارتي هو اللي هيبدا. ممكن نخش على ارقام المدرب يا كابتن اسلام عشان بعد كده نخش نقول للناس نقاط الضعف، عشان برضو نبقى الناس، عشان الناس زي ما استاذ عصام كده قال وحضرتك قلت، الفكره مش هو بينافس النادي الاهلي، لكن مفيش رعب، ما ينفعش يتصدر الرعب ليك او الخوف، ولكن في نفس الوقت بتاخد حذرك. مش زي بتاع ريتشارد يقولون انه ياكل خروفا على العشاء وبتاع، مش للدرجه دي يعني. بالظبط، فريق جيد جدا هجوميا وبيلعب كره جماعيه مميزه. والنهارده المدرب
يوريزيتش عامل معاهم شغل كويس، يعني واضح جدا شغله في الملعب. وهو مدرب برضو ليه تجربه عربيه قبل كده مع النصر الاماراتي وحقق القاب قليله، فهو برضو بيحاول ان هو ايه يظهر بالشكل الامثل في تجربته مع بيراميدز. لعب معاهم 21 مباراه كابتن اسلام، كسب 16 تعادل في 4 وخسر في واحده، دي كانت امام مازيمبي في بطوله افريقيا. مسجل معاهم 39 هدف واستقبل 13 هدف، منهم 3 منهم 5 في افريقيا، يعني 13 دول منهم 5 في افريقيا اللي هو 3-0 مازيمبي و2 الفريق اللي هو الموريتاني. فهو الراجل الى حد ما عامل شكل هجومي جيد ودفاعيا مش 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 سيء. ولكن بيراميدز دفاعيا ايه المشاكل اللي بتظهر عنده؟ برده ان هو بنقول المكسب بيجيب مكسب معاه، ولكن برده هو ما لعبش الزمالك مثلا في الدور الثاني، لسه ما لعبش النادي الاهلي المباراتين، لكن هو بيقدر ان هو ممكن يبقى دخل فيه اهداف يحاول بيعوض بقوته الهجوميه. هنستعرض كده الصور، هنلاقي ان ابرز حاجه ظهرت في الاهداف اللي دخلت في بيراميدز في الدوري مع الراجل ده فكره الكور العرضيه، او ان انت تلعب خلف الباكات او المدافعين. فالنهارده مثلا دي مباراه فيوتشر، هم كسبوها 2-1 النهارده. الهدف ده كان كورنر وراح لاعب فيوتشر لعبها كره عرضيه. بص عدد تمركزات لعيبه بيراميدز في الكرات العرضيه، هتلاقي فيه 2 متسابين لوحدهم، وحتى اللي طلع لعبها بدماغه هو كان فيه معاه مان لكن ما مسكوش بشكل كويس. الكره دي برده هتلاقيها اتكررت هنا في ماتش البنك الاهلي، دي ركله ركنيه اتعملت باس خلفي اهو، والراجل لعب الاوفر، الراجل طلع حط الكره بدماغه بشكل سهل جدا. في نفس المباراه بتاعت البنك الاهلي هنا بنتكلم على تمركزاتهم في الارتدادات في المرتدات. فالنهارده البنك الاهلي قدر بتمريرتين ان هو يعمل هجمه مرتده ويروح بالكره دي اللي هي زي ما شفنا كده، والراجل عمل الباس لكريم بامبو اعتقد وسجل من هدف. فهنا النهارده دي برده نقطه ضعف موجوده في فريق بيراميدز. هنا دي مباراه سيراميكا، مباراه مختلفه تماما، دي برده كره عرضيه. بص يا كابتن اسلام، في كام واحد من سيراميكا في ال 18 مقابل كام لعيب من بيراميدز؟ هما كتير، ولكن تمركزاتهم غلط. فالنهارده الراجل الصديقي جوله لعب الكوره، الراجل استلمها وسط اللعيبه، عملها كمان باس لزميله اللي موجود، وراجل شاطها وسجل الهدف. فالنهارده هي الفكره كلها ان الفرقه هجوميا عندها قوه هجوميه جيده، عندهم حلول هجوميه جيده، بيلعبوا على الاطراف وبيلعبوا من العمق وبيلعبوا عرضيه، ولكن دي تتكلم عن الشق الدفاعي، والاربعه تقريبا ما بيتغيروش، الشيبي وحمدي ومرعي وسامي، الاربعه دول لو ما فيش حد فيهم عنده مشكله هم اللي بيلعبوا مع يوريزيتش. مشكله اداريه بالظبط كده، ما فيش اي مشكله اداريه او مشكله ايقاف او انذارات او اصابات او كده، دول اللي بيلعبوا على طول. فهم دايما عندهم المشكله دي واضحه. فالنهارده انت لعبت الاهلي، ازاي تقدر تستخدم حاجه زي كده، تقدر تستغلها وتجيب منها اهداف. في نفس الوقت هم قوتهم الهجوميه انت تقدر تتعامل معاها بالتمركزات الجيده عندك. فالنهارده تقدر تعمل البالانس ازاي، انت يبقى عندك العنصر الهجومي موجود وفي نفس الوقت ما تغلطش قدامهم، لان هم الغلطه يقدروا يستفيدوها، ولكن في نفس الوقت انت لازم تلعب على اخطائهم، واخطائهم دي بتبقى واضحه. يعني مباراه حتى سموحه وهم كسبانين 3-1 الراجل بيتزحلق وهو بيضغط على لاعب سموحه، والكره كانت تروح لحسام حسن بيمررها وبيسجله اهداف. فالنهارده الفرقه عندها نقاط ضعف واضحه جدا، تقدر ان انت تلعب عليها وتستغلها وتعدي المباراه بالنتيجه اللي انت محتاجها عشان خاطر المباريات اللي جايه.